بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هبدأ اكزامبل جديد. على ما خدنا الريموف هنعمل الاد، عايزين نضيف الانسيرت. والاد مهمه جدا بالذات لان عايزين نظبطها بحيث ان اليوزر هو اللي دخل الداتا اللي هو عايزها، وبعد كده ناخدها ونضيفها جوه الداتابيس على نفس غرار الاسلوب اللي احنا مشينا بيه في الريموف. فاعمل فانكشن اسمها اد امبلي، لازم عشان اعرف اده تبعت لي الاول الاي دي، وده انت، ده اول بارامتر، تبعت لي النيم وده سترينج، كوما تبعت لي الجندر، تقريبا الجندر، وده كان سترينج، ممكن تعمله كاركتر عشان ياخد كاركتر واحد شار، وابعت لي الايميل وده سترينج، وابعت لي السالري بس ده دبل، السالري كان دبل. تمام، كويس جدا. دي بارامترز انت تبعتها عشان اعرف اعمل لك اد الانكري، بس انا عايزها بسيطه، اد امبلي وابعت الاي دي والنيم والمش عارف ايه مش عارف ايه كده، يبقى اضاف. وانا ريتريف ليك بوليان، اضاف ولا ما اضافش؟ كلام جميل جدا. دي الفانكشن عايز اوصل لها، ازاي ابنيها؟ فكر بسهوله جدا على نفس المستوى اللي احنا كنا وصلنا له، ان شاء الله هنعرف نعملها. عملت اول حاجه فار اس كيو ال وهكون الجمله، لازم يكون عارف الجمله الاصليه. نقفل ده. انسيرت انتو، طبعا دي كيوردز بتاعت الاس كيو ال، مفترض تتكتب كابيتال بس مفيش مشكله لو كتب اسمه مش هتطلع ايرور يعني. insert space into واسم التيبل ابلي values القيم، ومفتح قوس ومبعت اول قيمه اللي هي الاي دي، قلت له استفهام، وبعد كده النيم استفهام، وبعد كده الجندر، وبعد كده الايميل، وبعد كده السلام. يبقى عندي خمس علامات استفهام مظبوطين. خلاص خمس علامات استفهام، اللي هو اول واحده الاي دي بس بالترتيب اللي انت مكريته جوه الداتابيز، لان في طبعا اشكال ثانيه من الانسيرت لو انت متعلم اس كيو ال، تعرف لو انت عايز تبعت بغير الترتيب. انا همشي بنفس الترتيب بتاع التيبل اللي موجود في الداتابيز. فقلت له val statement بتساوي con، وهعمل prepared statement، prepare statement عايز اجهز الجمله الاس كيو ال اللي موجوده فوق، وهبعت لك البارامترز بتاعتي بالترتيب. فاقول له statement dot على set، اول واحد كان int، فاقول له set int، قال لي رقم البارامتر index اللي هو بالنسبه لي column index، اللي هو بالنسبه لي اللي هو column number اللي هو الاي دي. بعت له اول واحد الاي دي، يبقى كده هيحط اول واحد اللي هو رقم واحد الاي دي. نفس الكلام بس سترينج، ست سترينج رقم اثنين بقى اللي هو النيم، يبقى تاني حاجه في جمله الانسيرت هيبقى النيم. كابي بقى كده وبيسته كده، رقم ثلاثه هيبقى الجندر. لا لا كده غلط، امسح الكلام ده. جندر ايوه، وبعد كده رقم أربعة الإيميل، ورقم خمسة السالري، بس السالري ده مش ست سترينج، ده هيبقى ست دبل. تمام، فأقول له ده رقم خمسة، وهبعت مين؟ هبعت السالري. كده هو الجملة اتعملت وبعتنا لها البارامترز بتاعتها. كده الجملة جميلة وما فيش مشكلة وجاهزة للشغل. قلت له طب هعمل برضه فاريبل اسمه valid، واقول له يا statement الامر اللي فوق بعد ما اتعمل له بريبير، اقول له execute update، عشان جملة insert update وdelete بتشتغل على execute update، ولو كانت بتساوي واحد معناها ان ننفذ insert، يعني 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 عمل effect على 1 ايه، على 1 رو، يبقى هي retrieve true، غير كده هيعمل false. وبعديها قمت عامل close my SQL connection خلاص، وهي return ال valid سواء كانت بترو او بايه او بfalse، على اساس ان انا كده عرفت هو اتضاف او ما ايه او ما اتضافش. بكده نكون جهزنا الفانكشن، نبدا نشتغل عليها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.